سلام، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم متابعي قناتي بفريكونسيز. سأقدم لكم في هذا الفيديو تردد قنوات جديدة وكذلك أخبار جديدة عن القمر الصناعي النايلسات وأيضاً قناة أفلام. إذا نبدأ بالتردد 11/6/3627500 أو استقطاب عمودي في هذا التردد. تظهر عليه قناة تحت اسم الحوش، والتردد 11/1/77 معدل ترميز 27500 والاستقطاب أفقي. هذا التردد عادت عليه قناة البرنس دراما وقناة حكاية سينما. والتردد 12/6/88 معدل الترميز 30000 والاستقطاب عمودي في. هذا التردد ظهرت عليه قناة MLTV الجديدة. مشاهدة طيبة وممتعة أتمناها لكل أحبائي المشاهدين والمتابعين الأفياء. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.